نقول السلام عليكم لجماهير الشعب الإريتري المناضل، ونحيي هذه الوقفة التاريخية والتي تعتبر نغلة نوعية في تاريخ إريتريا الحديث، من ما عانى منه الشعب الإريتري طوال هذه السنين، وما كان يحتفل به هذا الدكتاتور أفورج وأعوانه في أسمرة قبل شهور قليلة من يوبيل فدي ويوبيل ذهبي. فنحن الآن نريد أن ننتقل من هذه الظلمة التي كانت قد عتمت علينا في إريتريا إلى ظل الحرية ونور وإشراق الحرية في أرض إريتريا وشعب إريتريا بإذن الله تعالى. واليوم اليوم الشعب الإريتري سيقول كلمته الفاصلة بتأييده لهذا القرار أو التقرير الذي سيطالب فيه بالانتقال إلى محكمة الجنايات الدولية بإذن الله، وسيكبل هذا القرار إن شاء الله كل تحركات هذه العصابة في أسمرة بإذن الله، وتشرق شمس حرية قادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى. تبنا نروي يوم
وتم بيتروسن دما هادي اخوينكم اوكي يعني من الزلوه Thank you.
عرفتي يا بني الله عوض الحزب إردرا في جميع الأديان الدينية أن الإنسان عند الله مفضل ومكرم على
جميع المخلوقات، وأنه من الظلم الكبير أن ولكن الأصل هو الإله الذي لا يؤدي إلى الاقتتال وحل هذه الاختلافات تقوم بأن بعض الطهران والتكامل والعيش المشترك وإبعاد المخاطر أيها السادة والسيدات، تعلمون تماما نحن المسلمين المسيحيين نواجه مصيرا واحدا يتسم بخطر داهم ومحدق، لعل من مظاهر هذه المخاطر وعدم توفر الحكم الديمقراطي الرشيد والعادل بين جميع مكونات شعبنا، تجعله الحروب والنزوح مصادرة الاراضي، الفقر، المرض، الجهل، وزعر عن فكر الارض وما تسال الجامعه والعلماء، وكل هذه المصائب أصبح كمسلم كل مواطن أريتري، ولا تتوقف عند حدود شخص أو دين أو مذهب أو قومية بعينها، بل تمس الشعب بكرة ملك بجميع مكوناته وتعدده الثقافي، والكل يعلم أن نساء تكتف بأسمرة وتصفي على الحكم متى يرفع راية السيطرة على الآخر بقصد تغيير قيمة هوية الشعب ومبادئه المبنية على الوحدة والانقلاب واحترام الخصائص الحضارية والدينية. ولدرء هذه المخاطر الخطيرة أيها الأخوة والأخوات، يجب علينا جميعا أن نفكر مليا في صيغة مصالح وتأمين مصالح وحقوق الطرفين المسلمين والمسيحيين على حد سواء، الذين يشكلان حلفي الكيان الأردني الذي Thank you.
كابي مسيخوم كاب ايرلاند ايرلاند اوكي اينت كتما دابو تنودا انسان مهابين نورمالي نوفا تا كومشن ناي دابا حدا زيتا نون دكافينا زي كنسري مولو روسي ترفتي عمري دغن ترتي مزرنا تفايس مزرنا زين بعضو حتى حتى تفهموا ماشي عرفتنا انا يقدني كم فري زلتي انا صاي ولا شيء كله اگر تلمع خمسه لا يزريك ماشي ماشي زين حاضر تاع عوضنا يقدني سمرتنا من عندنا حكيمنا حتى سوا هدر حتى نصايت ارفع سلام يرحمنا ثانك يو ثانك يو كابي يخون كابي مت يخون كتما كتما كسنغال سنغال اوكي كابي تبولا Vayan odana rekabı.
بلغتها؟ هل جرمن؟ أبيت نبرو. جرمن كاب جرمن. جرمن. لا إنسان. هرلك أنا. هو. في المحكمة الدولية. النصر. لا لا